يا دكتور. تمام. آخر حاجة في مصر الأكل والشرب من 15 لـ 20%، الفصح في مصر لا تتجاوز 2%، ما بيروحش. الصحة تكاد تكون 2% من نصيبها. الثقافة والترفيه، وده شيء مهم جدا، اللي هو الجرايد والمجلات واروح سينمات واروح مسارح، وده شيء يربي وجدان الأمة. ده هو ده مفهوم كل واحد مفهوم. نرجع بقى للتطور. مفهوم أنا للتطور إيه؟ لازم الدولة تعلم، بتعرف كده، حتى رؤية وخطة ليها انها بتتطور. تتطور يبقى تستخدم مواردها الذاتية اللي موجودة اهم استغلال، تقوم بادارة هذه الموارد اهم ادارة، وادارة رشيدة موجودة. مصر دولة يا سيد الفاضل غنية بمواردها، غبية بادارتها للأسف الشديد، والناس مش حاسة. ممكن يبقى في نمو والمواطن المصري مش حاسس بيه؟ طبعا. ازاي؟ ما هو ده اللي حصل بقى ايام حسني مبارك. بص حضرتك الارقام، لما انت هنت على نفسك، انت ما عندكش ناس تطلع تقول يا اخوانا الكلام الفارغ ده. ليه بقى ده؟ انت ضعيف اقتصاديا. احنا لحد النهارده بنمد ايدينا، احنا لحد النهارده بنشحت، احنا لحد النهارده بنقترض من بره، احنا لحد النهارده عندنا امكانيات تجعل مصر دوله اولى في المنطقه العربيه اولى. طب هي دي الاشكاليه اللي عندنا، ان احنا ما بنستغلش الموارد بتاعتنا. واللي قاله الدكتور سمير رضوان كلام محترم، بس لمين بقى هو ده الكلام؟ انا النهارده عندي مجموعه كانوا موجودين، اللي جم تولوا هنقول اعتبارا من يوم الاثنين 4 يناير 82، اول وزاره في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك برئاسه فؤاد محي الدين. جميع الاقتصاديين كانوا همهم الاول بل الاوحد التوجه الى القبله اللي هو الرئيس حسني مبارك. الباشا قال ايه؟ احنا خدامينه معانا. هي دي الاشكاليه اللي موجوده. لما طلع واحد كان بيقول يا اخوانا لا مفروض كان كذا، كان وزير الماليه الاستاذ احمد، الدكتور احمد ابو اسماعيل، قعد في الوزاره 60 يوم ومشوه. من الامكانيات مصر لديها، مصر لديها في حته اسمها ابو زنيمه في سيناء، دي مفروض تتعمل محافظه لوحدها اللي هي تبقى وسط سيناء. ابو زنيمه، ابو زنيمه في سيناء، في سيناء. دي تتعمل محافظه لوحدها تبقى وسط سيناء، هي بين الشمال والجنوب، هي جايه كده في النص. جميع المعادن اللي موجوده فيها، اللي موجوده في الحته بتاعت وسط سيناء ديت، تجعل من مصر دوله خلال 36 شهر اغنى من الست دول الخليجيه. اغنى من الست دول الخليجيه خلال 36 شهر. مواردها الطبيعيه موجوده، بمواردها الطبيعيه فقط، مش عاوزين حاجه. يعني يعني مجرد استغلال هذه المواد. استغلال هذه الموارد، استغلها بايه؟ اطلع قرار اداري يطلعه وزير الصناعة والتجارة، مش حتى محتاجة لرئيس وزارة ولا رئيس جمهورية ولا دستور ولا مجلس، لا لا لا، الناس دول الطيبين خليكم عم مكان. أطلع قرار من 5 كلمات، ممنوع تصدير أي عند مصر موجودة كذا. أقدر أعمل اكتفاء ذاتي للقمح في مصر؟ نعم نعم نعم. وهات لي أعظم خبراء في مصر وأعظم وزراء زراعة اللي يقول لا، أحط صبعي في عينه وعين اللي جابوه. بقول لحضرتك مصر تستطيع أن تكتفي ذاتيا من القمح خلال 36 شهر. اللي يقول غير كده جاهل، جاهل. يا مواصفاته ايه؟ مواصفاته انا عندي 25 صومعة اعملها، 50 صومعة اعملها، صومعة 50 مليون، 2.5 مليار، انا وفرت 30% من القمح المقدر اللي موجود. عندي حضرتك سلالة منتقاة تبقى موجودة، ازود حصيلة القمح اللي موجود. اقول للفلاح انا هشتري منك بالسعر العالمي، بدل ما انا بديله مصري في الاخر. بدل ما انقل وبتاع لا، وبديله بالفلوس المصري، بدل انا ما اروح اجيبها بالدولار اللي انا ما معيش، انا بديله بالفلوس لمؤاخذة اللي انا طبيعها عند في شارع الهرم في المطبعة بتاعت المشكلة. يبقى ده خلص. اكتفي ذاتيا من 5 محاصيل. القمح لازم اكتفي ذاتيا. الفول، وبالمناسبة الفول ده خلال يهمني نسبة النمو باختصار شديد علشان يبقى الناس عارفة الكحكاية بتاعت الاقتصاد القومي او الكيكة كده، هي زادت 7%. انا ما يهمنيش النمو، يهمني التنمية وطريقة التوزيع. احنا كنا بنوزع 75% من حجم الكيكة الاقتصادية على 20 فرد بالاسم، 20 فرد، ده ال 85 مليون ناقص 20 ليهم ال 25%، فانت لا تشعر. فلما اجي اقول لحضرتك من الاول والله احنا معدل التنمية 7%، انا اقول له والله مصدقك، بس والله انت ما وزعتوش كويس عندنا. هي دي الاشكاليه اللي كانت موجوده. الخلط والتلاعب بالالفاظ والتلاعب بالاسماء وكذا. الحاجه الثانيه، كان لا يوجد رغبه سياسيه حقيقيه في مصر ان مصر تبقى على درجه من النمو دوت.
انا مش هنقول هننجم، لا، مجموعه من القرارات تم اتخاذها خلال السنوات السابقه الثلاثه عقود السابقه بتقول ان رئيس الدوله تدين هذه الاعمال. ايه هي الاعمال دي؟ واحد، احنا بقى لنا 5 سنين نقول اخواننا 5 كلمات يوفروا لمصر 23 مليار دولار يوفرهم لمصر، يوفر لمصر 2.3 مليون فرصة عمل، 2,300,000 فرصة عمل الصبح. الصبح هو ده من ضمن الاسباب اللي خلتنا ما نكونش ضمن مجموعة البريكس. طبعا يعني عايز اقول الهند ما فيهاش حد ما بيشتغل. الهند كانت فين وبقت فين واحنا بقينا فين؟ طيب باختصار كده، مجموعة بريكس دي ايه؟ ديت اللي هي الاقتصاديات الناشئة او الاقتصاديات الدول الكبرى النامية، على راسها الصين، الهند، البرازيل، الاتحاد السوفيتي اللي هو روسيا، وجنوب افريقيا. كان الاول البريك، ما كانش لسه جنوب افريقيا دخلت جنوب افريقيا بقت البريكس. انا نفسي ينضاف ايه، تبقى البريكسي ايجيبت وندخل مصر فيها. طب انا هستفيد ايه من الناس دي؟ طب ازاي مصر تدخل فيها بقى؟ اقول لحضرتك، هم هناك قالوا ما بندخلش حد معانا الا معدلات. انت عارف عدد سكان الهند قد ايه؟ يعني احنا فترة فبراير 2011 مصر طبعت 22 مليار. عندك حل يا دكتور صلاح؟ حتى طبعاً. بص بيه، لا يوجد تحت السماء شيء ملوش حل سوى شيء واحد، المولى عز وجل اختص نفسه، ميت تقول احييه، ده شغل ربنا. ما دون ذلك فعل البشر. حل هنا، الحل ايه؟ عدة حلول موجودة نقدر نعملها الصبح. احنا عاوزين ايه؟ نعرف مشاكل الدولة. مشاكل الدولة عند بطالة موجودة، ده تحت رجلي، عندي مصانع مغلقة في حدود 5,000 مصنع، عند حضرتك بطالة موجودة، عاوز امتص الليلة دي واشغل الدنيا اللي موجودة، مش كده؟ اعمل ما يسمى بتوريق الديون. المصانع دي متوقفة ليه؟ 92% منها متوقف عنده مشاكل مالية مع البنوك، اقترض من البنك حضرتك ما قدرش يدفع القسط لسبب، عندي انفلات امن خلال الفترة اللي فاتت، البنوك قافلة، البورصة كانت قافلة، الناس انفلات اقتصاد. هناك السعودية بتاخد الكلام ده من دول تاني، وانا عندي هنا اقدر اصنعها واشغلها هنا، بس انا ما بشتغلهاش. ليه؟ ما عنديش الحافز اللي انا اقوم بتشغيلها. عمالة مش موجودة، كهربا بتقطع موجودة، ضرائب كتيرة موجودة، ثقافة عامل عاوز ياخد بعضه ويجري الصبحية. فانا لو رجعت الحاجة الاساسية اللي موجود، هقلل الاستيراد من الكلام ده. ال 72 او ال 75 مليار على الاقل هوفر منهم 20-25 مليار دولار سنوي اقدر اعمله للسوق المحلي يبقى موجود. اما يكون عندي 20 مليون تلميذ من اولى ابتدائي لثانويه عامه، جبت لهم السنه دي 20 مليون جزمه لكوتش، 20 مليون شوز، 20 مليون بنطلون، 20 مليون قميص، 20 مليون تيشيرت، 20 مليون شنطه مدرسه، 20 مليون مسطره، مش كده برضو؟ اقدر انتج ده هنا ولا ده في يعني اشكاليه موجوده؟ احنا ممكن لو مش عارف انتج ده يبقى احنا نستحق اللي احنا فيه اكتر من